تعالوا دلوقتي ناخد اجابات حضراتكم على موضوع حلقتنا النهارده على السوشيال ميديا ونشوف يعني كان ارائكم وجهه نظركم. هو كان مساء الخير يا مها، مساء ابيض بخطين حمر، الوجوه الجديده طبعا اضافه قويه لمنتخبنا وخصوصا مع لعب المباريات اللي جايه، وهيكتسبوا خبرات وبالتوفيق ان شاء الله فيما هو قادم. محمود ناصر، مساء الفل يا مها، طبعا اداء الوجوه الجديده اداء رائع وممتاز واضافه كبيره للمنتخب زي احمد رفعت وحسين فيصل وعمر كمال عبد الواحد، كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني فيما هو قادم. مساء الخير يا مها، طبعا الوجوه الجديده مكسب واضافه للمنتخب واثبتوا تواجدهم زي احمد رفعت وفيصل وعمر كمال عبد الواحد، كل التوفيق لمنتخبنا وباذن الله فيما هو قادم.